بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد، هو بيبرا أكراس لعلاج قرحة المعدة وعلاج الأثنى عشر. بيبرا هو من الأدوية الهامة اللي بتساعد في علاج قرحة المعدة، يتم استخدامه في العديد من الأوقات المختلفة. بيبرا يعتبر من الأدوية الآمنة اللي بتساعد في الحفاظ على المعدة والاثني عشر، من خلال الحفاظ على تأثير الحمض على الاثني عشر في منطقة من الأمعاء الدقيقة بشكل مباشر بعد المعدة. أول حاجة هنتعرف عليها إيه هي دواعي استعمال بيبرا. يتم استعمال بيبرا في علاج قرحة المعدة البسيطة وعلاج الاثني عشر وعلاج جميع أمراض ارتجاع المريء التقرحي أو المحدث التآكل. أيضا يستعمل بيبرا في علاج متلازمة زولينجر أليسون، وهما يعني إفراز هرمون الجاسترين. أيضا يستعمل بيبرا في علاج قرحة المعدة البسيطة وقرحة الاثنى عشر مصاحبة البكتيريا المعدة الحلزونية. بالنسبة للجرعة وطريقة الاستعمال لبيبرا، لابد من ابتلاع قرص بيبرا كاملا، ولا يمكن مضغه او سحقه، ومن الممكن تناوله مع الطعام او بدون الطعام. في حالة القرحة الحميدة يتم تناول قرص واحد بشكل يومي في الصباح لمدة 6 اسابيع، من الممكن ان يتم تكرارها 6 اسابيع اخرى في حالة لم يتم الشفاء كاملا. في حالة قرحة الاثني عشر لابد من تناول قرص واحد يوميا في الصباح لمدة 4 أسابيع، ومن الممكن أن يتم تكرار الجرعة لمدة 4 أسابيع أخرى في حالة لم يتم الشفاء. في حالة أمراض ارتجاع المريء التقرحي أو المحدث للتآكل، يتم تناول قرص واحد يوميا في الصباح، وهذا يكون لمدة من 4 إلى 8 أسابيع، ومن الممكن تكرار ذلك 8 أسابيع أخرى إذا لم يتم الشفاء. يتم تناول قرص واحد يوميا في حالة المحافظة والاستقرار. في حالة زيادة افراز الحمض، وهي التي تشمل متلازمة زولينجر أليسون، تكون الجرعة الاولى الموصى بها للكبار هي 60 ملغرام يوميا او مرة واحدة، او 60 ملغرام مرتين في اليوم، ومن الممكن تعديل الجرعة وفقا لاحتياجات المريض وحسب حالة المريض وارشادات الطبيب. في حالة تقرحات المعدة الحميدة والاثني عشر والمصاحبة لبكتيريا المعدة الحلزونية، تكون الجرعة 20 ملغرام مرتين يوميا لمدة 7 ايام. ما هي احتياطات وموانع استعمال بيبرا؟ هذا الدواء يتعارض مع المرضى الذين لديهم حساسية زائدة من مكونات بيبرا. في فترة الحمل لا توجد دراسات دقيقة خاصة بالدواء على السيدات الحوامل، ولا بد من تناوله فقط في حالة الحاجة إليه بشكل واضح وتحت إشراف الطبيب. في حالة الرضاعة الطبيعية لم يتم التعرف حتى الآن من خلال الدراسات على إذا كان الدواء ضار بالنسبة للجنين بالنسبة للطفل الرضيع أم لا، ولذلك لا يجب تناوله. الأفضل عدم تناوله أثناء الرضاعة، وإذا تم تناوله فيجب أن يكون تحت إشراف الطبيب. بالنسبة لاستعمال الدواء للأطفال، فلا يتم التأكيد على سلامة وفعالية استعماله للأطفال، لأن لم يتم إجراء دراسات على ذلك، ويتم استبعاد احتمالية حدوث وجود أورام خبيثة والاختلال الوظيفي الحاد للكبد قبل تناول بيبرا. يعني أي مريض عنده أورام خبيثة أو اختلال وظيفي حاد في الكبد لا يتناول بيبرا. أيضا بالنسبة لكسور العظام، وهو ما أكدت عليه الدراسات، أن العلاج بمثبطات مضخة البروتون قد يأتي مع زيادة خطر التركك للعظام، وهي ذات الصلة بكسور في الورك أو المعصم أو العمود الفقري، ولا بد على المريض تناول جرعة لأكثر مدة للعلاج، وهي تكون مناسبة للحالة التي يتم علاجها. يعني كتر أو زيادة استعمال بيبرا ربما يسبب هشاشة في العظام أو كسور في العظام. تفاعلات بيبرا، لابد قبل تناول الدواء مع غيره من الأدوية الأخرى استشارة الطبيب وإخبار الطبيب بكل الأدوية
أو المركبات العشبية أو الكيميائية التي يتناولها المريض، حتى ربما يكون في هناك تفاعل بين هذه الأدوية وبين بيبرا. لا يتم استعمال الدواء مع الأدوية المضادة للفيروسات زي أتازانافير، لأنه يمكن أن يحدث نقص في المناعة البشرية نتيجة استعمالهما معا. أيضا لا يتم استعمال بيبرا مع أدوية ساكوينافير، وهي تزيد من الآثار الجانبية. بالنسبة لسعر دواء بيبرا، سعره في مصر هو 42 جنيه مصري آخر تحديث للسعر. في نهاية الفيديو أرجو إن أنتم تدعموا القناة بالاشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، وضغط لايك وتفعيل الجرس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.